هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو راح نلعب لعبة بيكا اكس دي، وكمان بيصير عنا اسد بلعبة بيكا اكس دي، مع انه احنا بتحديث الحيوانات الاليفة او اشي زي هيك، لانه احنا بتحديث مهرجان الحيوانات الاليفة، فليه ما نتحول لاسد مع انه عنا ملابس الاسد؟ فا اوكي طبعا قبل نبلش وتصابي هذا الاسد والاشياء هذي، لا تنسوا اشتركوا بقناتي كمان حطوا لي لايك، وطبعا بحبكم كلكم. هلا طبعا خلي انه نبلش. اول شي طبعا حابة اني اروح عند هذا الحيوان لانه كتير بيشبه الاسد. خلي طبعا اني اجي هون قدامه ونصير احنا اسد. راح نحاول انه نسوي اعلان فزع المتابعين. اول شي طبعا خلينا نبلش بالملابس بعدين بنشوف الاشياء التانية. اوكي بنحط طبعا طاقية وكل شي تبع الاسد مشان نصير زيه بالضبط. كمان لازمنا هون اشي، اقصد ضروري هون ناقصنا هذي، وكمان بدي هذا الحذاء، وكمان بشيل الباج. ما بحط ولا حدا اعتقد. I think they will put right here nothing. طبعا هلا بالنسبة حيوان الاليف بدي شي حيوان يكون كتير بيظهر عليه انه قوي. انتو بتعرفوا جايز، كمان بالفيديو الماضي قلتولي كلكم اسراء انه طالب بجيكو بالفيديو الجاي اسراء، فانا هلا اليوم حطلع معي جيكو بيلبس ملابس الاسد. خذ هادي وخذ هادي، طالعي عليه كتير حلوة هادي، كمان هادي واو كتير كيوت، النظارات طالعي عليه صح؟ تستاهل يا أحلى جيكو بالعالم، ويا أول يونيكورن حصلت عليه، ويب طبعا بيبقى كيكو بحبه أكتر صح، لأنه كيكو أول حيوان نادر أحصل عليه بلعبة بيكا إكس تي، فكان يعني أول حيوان نادر أحصل عليه، بس اثنيناتهم يعني كذا بحبهم. لا خلي هيك أسوي له. هلا صرنا احنا اسود. هلا خلي طبعا نغير البشرة والاشياء هذي. اعتقد بحط هذي. بحط كمان هذي. اوه ماي جاد، هلا صرت اسد بجد جايز، صرت اسد. هلا طبعا جايز بعد ما صرت لاين انا وجيكو، رح ناخد صورة مشان انكم انتو تروحوا تحطوا لي لإلها لايك او اشي زي هيك، فخلي طبعا نروح رح ناخد سيلفي. نسيت انه في مكان جديد، نسيت انه في مكان جديد، في مهرجان يعني بنقدر هون نتصور. خلص نسيت انا. سوري. اوكي كتير هيك طالع حلو مع الاسد طبعا. هاو يا 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 يب. هفكري روحوا حطولي جايز لايك كمان فولو على البي كي اكس دي، وبنزل هون كان صور شبه حلوة شبه جميلة. شكرا كتير على الالف لايك يا حلوين.
واو. طبعا ما حبيت انا لبسي كتير، بس اللي حبيت انه انا صرت اسد. فاللي رح نسويه هلا انه رح نسوي تليبورت لوحدة من المتابعين. يلا يلا خلاص. او ام جي او ام جي او ام جي او او ماي جاد. اوكي يلا خلاص خلاص بقى، صار لي ساعة عم بستنى. اوكي بنستنى نشوف نشوف وين بينتهي هذا. او ماي جاد كيف كيف. You don't have requests. But I'm in the friends list, not in the requests. Oh my god, guys, كيف 10 أصدقاء على 50؟ إيش هاد؟ تقلك أنا عندي. Oh my god, إيش بيصير؟ أنا ماني فاهمة. أنا ماني فاهمة. طب إيش أسوي؟ بروح عند هذه يارا. النت النت يا برو برو. خلينا نحكي شوية قبل لا تدخل اللعبة. طبعا جايز ان شاء الله لما نوصل لمية الف رح نسوي سحب رابلوكس على 800 رابوكس او اكتر ان شاء الله، بس خلينا نوصل. طبعا بسوي سحوبات كتير كتيرة على رابلوكس، كمان بسوي سحب على حسابات تبع بي كي اكس تي، وكمان ان شاء الله طبعا رابوكس بتكون على شكل يعني حساب جديد، او يعني ان شاء الله بشوف. بس نوصل لمية الف بعدين بشوف الطريقة ونسوي اي شيء. مش انا نسحب نسوي السحب، بس ان شاء الله يعني انتم تأكدوا 100% رح نسوي سحب رابلوكس وسحب بي كي اكس تي. اختي دانا بتطلع وشها على القناة هاي، يعني بتطلع وشها. بعدين كمان بسوي احتفالية تبع 100 الف بالبيت، رح صوركن عليها فلوج وكذا، مشتريات تجهيزات مدري ايش. كمان بصوركن جايز عن كيف مرت الحفلة وهيك، يعني كمان طلب سويها باللعبة مشان انكم كلكم تحضروا، يعني مشان ما بنقدر انه نحضرها هيك جماعيا يعني بمكان واحد بالحقيقة، بس بنقدر نسويها باللعبة مو؟ فما انه بنقدر، فليه ما نسويها جايز؟ ويب هذا اللي بدنا انه نسوي بيت فستيفال. Yes, it's the pet festival. Yeah, we are so excited for مدريش. Oh my god. كتير حلوة الصورة كمان. هلا طبعا جايز بدي اني اشوف وين هي الصديقة اللي اسمها يارا وينه. مش هاروح احط لها. يعني بدي اني اروح وراعبها، يعني بدي فجي لانه انا اسد مدري ايش. خلي هلا طبعا نروح هون نفتش على البنت اللي سوت لها تيليبورت حتى نشوف وين هي مشان نروح لعندها. راحت. طب نروح عند هذا. بدي اروح بس عند اي شخص. بدي بس اني جايز اني اساوي انه كذا انه انا لعين ومدري ايش وكذا، شكلي بيضحك. فهمت شلون؟ يعني انه كتير لخبطته بالشخصية، كتير كمان بتضحك. شفتوا شلون؟ اوكي يلا خلص ادخلوا دخلوني. اوكي هلا دخلوني. وطبعا بس دخلت والناس بلشت عم تجي تجي تجي. يلا يلا وين الناس؟ وين العالم؟ وين؟ دقيقة 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 ايش عم شوف؟ جايز بفتح هذا مكان اصدقاء كمان بشوف وينه هذا، لانه بدي بس العب ولا واحد شخص واحد، يعني اقصد بدي ولا شخص واحد العبه. فخلينا نحاول يعني. يلا خلص. لازم استنى جايز سنة. تخيل شلون
يب خليني كمان نحكي شوية عبلا تدخلني. طبعا اذا بدكن هالسحب كل اشياء اخيرا لكن ما اسوي فيزيت لحدا بيختفي. اوكي بسوي لهادي فيزيت واخر شخص بسوي له فيزيت لانه معقول ما بيرد ولا حدا. اوكي خلينا نحكي شوية. طبعا جايز لما نوصل شو 100,000 بسوي سحب رابلوكس سحب بيكي اكستي وحفلة اختي دانا بتطلعوا شو كتير كمان اشياء. وانتو اذا بدكن كل هالاشياء لازم انكم تشتركوا وبس، فاضغطوا على اشتراك او الزر الاحمر سبسكرايب لحتى تنضموا لعائلتنا عائلة اسراء جيمر. مشاني كمان كتير بتتابع الفيديوهات فلهيك بدي انه اشتراكات مشان تشجع ونزلكن اكتر ان شاء الله. هلا دخلوني بيقولي فلامي نو سوري نو 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 اخيرا جايز دخلت لسيرفر فيه ناس ناس ياي ياي ياس جايز. طب هلا بدي شي ضحية تمام. واو مين هدول؟ هاي هاي يا بنت ملابسك كتير حلوة. هاي حطي لايك يا جماعة. طبعا جايز هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. طبعا لا تنسوا اشتركوا بقناتي. طبعا بتمنى عجبكم كمان اهم اشي، فبحبكم كتير 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 كمان. اهم شي سبسكرايب اوكي يلا سبسكرايب سبسكرايب. اهم شي اشتراك اشتراك وكمان حطوا لايكات كتير كتير كتير. و I love you all و bye.